السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبيبي، معكم ميس هبة رجب، معلم أول لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله مكملين معاكم حل شرح منهج الصف الرابع كونكت فور من كتاب الأضواء جمع 2023 فصل الدرس الأول. النهاردة إن شاء الله مكملين معاكم كونكت فور الوحدة الرابعة، معانا آخر درس فيها النهاردة إن شاء الله لسون فايف الدرس الخامس بين نمبر 179 صفحة 179، والدرس عبارة عن ستوري قصة. لسن أنسي، تعال نشوف الميم فوكاب. قارب بوت 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 بوت، قارب سياحي تورست بوت تورست بوت تورست بوت، سائح تورست تورست تورست، فصل الصيف سمر سمر سمر، ممتع أو شيق interesting interesting interesting، فجأة suddenly suddenly suddenly، والدان parents parents parents. اللغة الصينية تشاينيز، الاس بجيب حرف الزاد هنا عشان جاية ايه بين حرفين متحركين، تشاينيز تشاينيز، يبقى بوت بوت، تورست بوت تورست بوت، تورست تورست، سمر سمر، انترستنج انترستنج، سودلي سودلي، بيرنتس بيرنتس، تشاينيز تشاينيز. conjugation of verbs، تصرفات الافعال. الافعال المنتظمه اللي قلنا بنجيب منها الماضي باضافه دي او اي دي او اي اي دي، ودي افعال غير منتظمه ايه تحفظ كما هي. تعال نشوف المنتظم الاول. يعمل ورك لا تنتهي بالاي، هنضيف لها اي دي تبقى worked work worked. يصرخ شاوت تبقى shouted shout shouted. يقفز jump تبقى jumped jumped jumped. يقرر decide تبقى ايه decided decided. work work it work work it. shout shouted shout shouted. jump jump it jump jump it. decide decided. طيب عندنا يتوقف ايه او يقف stop، تنتهي بالبي وقبلها متحرك بضعف البي مرتين. stop stopped stop stopped. call called يسترع او ايه او ينادي. call called call called. save عند فلاي دي فقط ينقص. save saved save saved. يشكر thank thank it thank thank it. يبقى work work it shout shouted jump jump it. decide decided stop stopped stop stopped. call called call called. save saved save saved. thank thank it thank thank it. تعال نشوف الأفعال غير منتظمة. يذهب go الماضي منها went go went go went. يقابل meet الماضي منها met meet met meet met. يسقط فيه يعني fall into fall into الماضي منها fell fell into. يبقى go went meet met fall fell fall fell. see saw see saw see saw. يتحدث speak speak spoke speak spoke speak spoke. swim swam swim swam swim swam. go went meet met fall fell see saw speak spoke swim swam. يعيش على live on live on. يتحرك ذهابا وإيابا travel up and down travel up and down. من جميع أنحاء العالم from all over the world from all over the world. ذات يوم one day one day. ساعدني رجاء please help me please help me. work on يعمل على work on. very much كثيرا جدا very much. speak with يتحدث مع speak with. jump into يقفز إلى jump into. thank you so much يعني شكرا جزيلا. اللي بالصفحة قلبنا الصفحة 180 living on a pot اللي هو إيه العيش على قارب. زي أعيش على قارب أو على مركب. تعال نشوف القصة بتاعتنا البيجينينج البداية. my friend شريف صديقي شريف lives on a pot in summer يعيش على قارب في فصل الصيف. His parents والدي
work on tourist boats يعملوا على القوارب السياحية. So لذلك he goes with them بيذهب معهم. They travel up and down the Nile بيسافروا ذهابا وإيابا خلال النيل. He likes the summer very much شريف بيحب الصيف كثيرا جدا. He sees many tourist places يرى أماكن شيقة. And he meets people from all over the world ويرى ناس من جميع أنحاء العالم. He speaks English يتحدث الإنجليزية and Chinese واللغة الصينية with the tourists مع السائحين. نلاحظ إن أسماء اللغات بنعمل أولها إيه كابيتال لترس حروف إيه كابيتال، وبرضو إيه أسماء الأنهار زي النيل بنعمل برضو أولها كابيتال. يبقى he speaks English and Chinese with the tourists يتحدث الإنجليزية والصينية مع مين؟ مع السائحون. يلا بينا نشوف الصفحة اللي قصادها. 181 زي ما يدري منتصف القصة. One day ذات يوم the boat stopped توقف القارب. And شريف saw some children playing شريف رأى بعض الأطفال يلعبون. Suddenly فجأة إيه اللي حصل؟ A small child fell into the river طفل صغير من اللي بيلعبوا دول سقط في النهر. The child shouted فالولد صرخ Please help me Please help me يعني ساعدوني. شريف called his dad فشريف رح نادى على باباه. شريف's dad saw the child فبابا شريف رأى الولد and jumped وقفز into the river إلى النهر. He swam and saved the child وعام أو سبح وأنقذ الإيه الطفل. The child smiled فالطفل ابتسم and said وقال thank you so much شكرا جزيلا. إن دي النهاية بتاع القصة. شريف was very happy طبعا شريف كان سعيد جدا باللي بابا عمله. But he also لكنه أيضا decided قرره to learn to swim أن يتعلم السباحة علشان لو اتحط في نفس موقف الولد ده محتاجش إن حد يساعده. افرض دلوقتي الولد ده محدش شافه كان هيغرق طبعا ويموت. تعالى بيقول لك إيه؟ بيقول لك names of people أسماء الأشخاص nationalities والجنسيات يعني Egyptian Chinese وكمان language اللغات. يبقى أسماء الأشخاص الجنسيات language اللغات كلها بنعمله capital letter and famous places الأماكن المشهورة. start with capital letters لازم تبدأ بحروف capital. اسماء اشخاص زي شريف جنسيات تشاينيز اللغات انجلش الاماكن المشهوره نايل. يوز ابوستروفي بنستخدم الابوستروفي اللي هي الفصلى العليا. ويز بوزيشنز مع الملكيه زي ايه شريف زداد يعني بابا شريف واللي يجي قبليها ملك اللي قبليها ده بابا مين بابا شريف. تعال نشوف الكلام ده صح ولا غلط. نمبر 1 شريف speaks English and Chinese with the tourists يتحدث شريف الإنجليزية والصينية مع السائحون طبعا ترو. شريف زمان مامة شريف saved that child هي أنقذت الطفل طبعا ده بابا يبقى الكلام ده فورس. 3 شريف decided to learn how to swim شريف قرر أن يتعلم إيه السباحة طبعا ترو. نقلب بالصفحة. قلبنا الصفحة 182 وعندي ايه الجزء الثاني من الدرس الخامس pronunciation درس الصوتيات. درس سهل جدا. النهاردة عندي نطق حرف ال V ونطق حرف ايه ال F. ال V بنطقها V V زي كهف كيف كيف مش كيف لا كيف كيف كيف. غرفة معيشة living room living room living room. شاحنة صغيرة van van van. خضروات vegetables 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 vegetables. cave cave cave. living room living room living room. van van vegetables vegetables vegetables. تعال نشوف الحرف الثاني حرف الاف بنطقها ف عادية جدا ف. face face face. مروحة fan fan fan. سمكة fish fish fish. قدم foot foot
فوت، تمام؟ فيس، فان، فيش، فوت. تعالى بيقول لك to pronounce ف correctly، ازاي تلمس حرف الاف بس بطريقة صحيحة. touch your neck، المس رقبتك. with your finger، بصبعك. say fish، your neck doesn't move، هتلاقي الاحبال الصوتية عندك والرقبة لا تتحرك، تمام؟ لك لما to pronounce v correctly، تعالى شوف نطق ال v ازاي. touch your neck with your finger، المس رقبتك بصبعك. say van، van، هتلاقي الاحبال الصوتية او الرقبة بتهتز كده من جوه وتتحرك، تمام؟ listen and circle، الكلمة نسمعها نعمل لها دايرة. ها نمبر 1 عايزين van، 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 طبعا هختار دي. ها فيس، 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 طبعا هختار دي. فوت، 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 هختار دي. كل اللي بعمله الكلمة بس اللي بسمعها بعمل عليها دايرة خلاص. كده انتهينا من شرح الدرس الخامس، يلا بينا بقى نشوف تدريبات عليه. صفحة 183 practice lesson 5 183 183 read and choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. my father أبي usually عادة drives، يقود his نقط to work، يقود ايه؟ فان المروحة، فان الشاحنة، فوت القدم طبعا فان. people in China، الناس في الصين، speak، يتحدثوا عربيك، عربي، فرنش، فرنساوي، ولا تشاينيز، بيتحدثوا اللغة الصينية طبعا اللغة الصينية. we watch TV، نحن نشاهد التلفاز، together معا. in the، بنشاهد التلفزيون فين؟ في الكهف، كيف؟ في living room، غرفة معيشة، ولا في الفان؟ طبعا التلفزيون في غرفة المعيشة. people who come to Egypt، to visit Egypt، people who come to visit Egypt، الناس اللي بتيجي تزور مصر. are تورست، السائحين، parents، والدين، children، أطفال طبعا بنسميهم السائحين. and scramble and write، تعالى نعيد ترتيب الحروف متلخبطة ونكتب. خضروات، vegetables، غرفة معيشة، living room، قدم، foot، سمكة، fish. read and sort، تعالى نصنف الكلمات دي. fan اكتبها هنا، ف، فان هنا، فيجيتابلز هنا، ليفنج روم هنا، فيش، فوت، تمام. كلمات تبدا بالفي او في صوت الف، يبقى فان، فيجيتابلز، ليفنج روم، صوت الف، فان، فيش، فوت. نقلب بالصفحه 184 184 test yourself on lesson 5. listen and supply the missing letters. fish f i، foot double o، van v a، cave a v. تعالى read and match. my father بابا swims very well، يعوم جيدا. he saved a child، انقذ الطفل. شريف likes the night، شريف بيحب ايه؟ the summer، بيحب الصيف. my friends أصدقائي، sorry، my friends parents، والدي صديقي. work on tourist boat، يعملوا على سطح المركب أو أي مركب سياحي، أكتب هنا إيه؟ three، يبقى والدي صديقي يعملوا على tourist boats. they travel up and down the Nile، بيسافروا ذهابا وإيابا في النيل. ده علامات الترقيم. شريف was very happy، نعمل اس اول كلام، ده شعور قوي، very، حط اكسكلاميشن مارك علامه الايه؟ التعجب. هي سبيكس، الاتش معموله انجلش، قلنا اللغات نعمل اولها كابيتال لتر، تشاينيز برضو اللغه الصينيه كابيتال لتر، وذ تورستس مع السائحين، كده ما عنديش حاجه تانية ايه هعملها. كده احنا خلاص انتهينا حبايبي من حل وشرح الدرس الخامس، اخر درس معانا في الوحده الرابعه، وكمان حلينا تدريبات على الدرس. استنونا ان شاء الله الفيديو القادم، حل تدريبات شامله على الوحده الرابعه كلها هنا في كتاب الاضواء جيم. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه عشان يوصلنا ان شاء الله كل جديد،
وتواصل معايا على صفحة الفيسبوك ميس هبة رجب، أي نفس اسم القناة لأي استفسار وأي حاجة محتاجينها. نفتح بس فوق كلمة قوائم التشغيل، افتح قائمة تشغيل الصف الرابع، تلاقي حل شرح جميع الدروس من كتاب الأضواء جيم وكتاب المعاصر وكمان كتاب بيت. بتمنلكم النجاح البر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.